أهلا بكم إلى الساعة الأخيرة، معكم بدر الدين الصهر. تفاؤل حذر في مشاورات السلام اليمنية في السويد، وواشنطن تقول إنها مستمرة في تقديم الدعم للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. نيويورك تايمز تكشف في تحقيق مطول عن علاقة جاريد كوشنر وبن سلمان، وتؤكد أن اتصالاتهما مستمرة حتى بعد اغتيال خاشقجي. وزير الخارجية الفرنسي يطلب من ترامب عدم التدخل في السياسة الداخلية لبلاده، وماكرون يوجه خطابا للفرنسيين. ونختم مع مغادرة جون كيلي كبير موظفي البيت الأبيض منصبه في نهاية العام. كونوا معنا. تفاؤل حذر في السويد حول اليمن، فقد أعرب وفد الحكومة اليمنية عن تفاؤله بإحداث اختراق في مشاورات السلام. وقد شهد اليوم الرابع من المشاورات التي تستضيفها السويد لقاء جمع وفد الحكومة اليمنية المفاوض بسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من المعتمدين لدى اليمن، بالإضافة إلى لقاء مباشر مع أعضاء من وفد الحوثيين لمناقشة ملف الأسرى. أيام مرت على إطلاق محادثات السلام اليمنية في السويد، وأفق الحل لا يزال بعيدا عن الأنظار. وعلى الرغم من التفاؤل الكبير الذي ضخه المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن جريفيث، إلا أن مواقف الطرفين بقيت في خانة التشكيك وغياب الثقة المتبادلة. لكن تفاؤلا حذرا أبداه وفد الحكومة اليمنية الذي اجتمع بسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من المعتمدين لدى اليمن، بالإضافة إلى لقاء مباشر مع أعضاء من وفد الحوثيين لمناقشة ملف الأسرى، ولعله أقرب الملفات الذي يمهد الطريق للحل. إلا أنه بحسب المفاوضين عن الجانب الحوثي لا يزال الإفراج عن المعتقلين قيد البحث، في حين أن باقي الملفات الأكثر تعقيدا لا تزال تصطدم بالرفض المتبادل بين الطرفين، لا سيما ملفي مطار صنعاء وميناء الحديدة الحيويين. فمطلب الحكومة بفتح مطار العاصمة الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي شريطة تفتيش الطائرات مسبقا في مطار عدن قوبل بالرفض الحوثي على اعتبار أن المطلب مخالف للأعراف الدولية. من جهة أخرى دعت جماعة الحوثي إلى تحييد مدينة الحديدة الساحلية عن المعارك الدائرة وتسليم إدارة مينائه للأمم المتحدة، إلا أن الوفد الحكومي لا يزال يصر على ضرورة انسحاب مسلحي الحوثي من المدينة وعودتها لسيطرة الشرعية. بين هذا وذاك يبقى مطلب الحوثيين تشكيل حكومة انتقالية تضم الأحزاب كافة ووضع إطار زمني محدد لعملها ضمن الملفات التي سيسعى المبعوث الأممي إلى تقريب وجهات النظر فيها، وهو أمر قد يتطلب من جريفيث جهودا مضاعفة لتضييق هوة بين طرفي النزاع يبدو أنها تزداد اتساعا رغم المحادثات. ينضم إلينا الآن من مدينة تاسبول السويدية أصيل ساري الصحفي في غرفة أخبار المحادثات اليمنية، وسيكون معنا أيضا من واشنطن عباس المساوي الدبلوماسية اليمنية السابق. مرحبا بكم ومساء الخير. أبدأ معك أستاذ أصيل، في البداية وفد الحكومة اليمنية يعرب عن تفاؤله وإن كان بشكل حذر من ما ستفضي إليه هذه المشاورات أو ما حصل حتى اللحظة في اليوم الرابع. أيضا جريفيث في اليوم الأول عبر عن تفاؤله ورحب بالروح الإيجابية للطرفين. هل هذه الروح الإيجابية المتفائلة مستمرة حتى اللحظة، وهل يمكن نبني عليها بأن ستكون هناك يعني نتائج إيجابية في نهاية المطاف؟
مساء الخير عليك وعلى ضيفك في واشنطن وعلى المشاهدين جميعا. حتى هذه اللحظة لا تزال نسبة التفاؤل عالية. اليوم وفد الحوثيين، مجموعة من وفد الحوثيين زاروا غرفة الأخبار وتحدثوا إلى الصحفيين هناك أن نسبة التفاؤل أو نسبة نجاح المشاورات تتجاوز 60%، وهي نسبة كبيرة ربما لم توجد في أي مشاورات سابقة. هذا التفاؤل هو مبني على أشياء إيجابية حدثت حتى هذه اللحظة، ربما في مقدمتها ليس ربما وإنما الأكيد هو الاتفاق على وضع الأسرى والمعتقلين. جميع الطرفين، وفد أنصار الله ووفد الحكومة، أكدوا أن كشوفاتهم جاهزة وأنه تم الاتفاق بشكل نهائي، فقط الآن يتحدثون عن الآلية، آلية التنفيذ. هذا الملف هو الذي، الاتفاق على هذا الملف هو الذي أعطى جميع الأطراف أن يكونوا متفائلين بما فيهم طيب، المبعوث حتى فقط الدولي. تكون الصورة واضحة لنا، هل حدثت محادثات مباشرة بين الوفدين؟ هل التقى الوفدان فعليا في غرفة واحدة؟ نعم، اليوم في هذا اليوم التقى لأول مرة الطرفين لقاء مباشر، ليس الوفدين كامل وإنما اللجان المتخصصة بالأسرى والمعتقلين، التقوا اليوم صباحا بحضور ممثلين عن مكتب المبعوث وبحضور أيضا ممثلين عن الصليب الأحمر، وهذه المعلومات مؤكدة ووصلتنا إلى غرفة الأخبار. نعم، وهم الآن يتفقون على فقط الآلية التي ستشرف عليها منظمة الصليب الأحمر في هذا الجانب، أما بقية اللجان الأخرى لم يحدث فيها أي اجتماع مباشر حتى هذه مفهوم. اللحظة. قد يحدث هذا الاجتماع في حال تحلحلت الأمور قليلا في بعض طيب، الملفات، مقدمتها مفهوم. ملفي الحديدة ومطار صنعاء. اليوم الوفدين التقوا إذا سمحت لي أود أن نستمع بداية إلى السيد عباس في واشنطن ثم أعود إليك بالتأكيد. سيد عباس، إشارات حتى اللحظة إيجابية، هل أنت متفائل بناء على ذلك؟ وفقا للتسريبات التي تخرج من، صحيح ان التسريبات متضاربه، بين بعضها تدفع الى التشاؤم وبعضها تدفع الى التفاؤل، لكن لا شك ان هناك مصفوفه من القضايا امام المتحاورين. نحن نتحدث حتى وان اتفق مجازا، حتى وان حصل اتفاق حول تبادل الاسرى، لكن هناك ايضا اليه تنفيذيه، والمشكله عندي هي في التفاصيل، ليست في الاتفاق حول التبادل للأسرى والموقوفين. هناك أشياء كثيرة جدا، تعرف أن الأسرى غالبا بعضهم توفي في السجون، بعضهم أخفي قصرا، بعضهم أيضا في أيدي أطراف أخرى ليس لها علاقة لا بالحوثيين وليس لها علاقة أيضا بالشرعية. إذا كل هؤلاء، هذه الكمية الهائلة تصل إلى 8000 مخفي ومعتقل في المعتقلات، إضافة إلى شخصيات مهمة جدا لدى الشرعية، 3 شخصيات أو 4 شخصيات تعتبر مهمة جدا للشخصية، اللي هم وزير الدفاع السابق محمد قحطان العضو الكبير في الإخوان المسلمين، أيضا فيصل رجب، أيضا الأخ الشقيق لعبد ربه منصور هادي. هذه أسماء مهمة جدا موجودة في عند الحوثيين. جاء الحديث أكثر من مرة أنه قد أنه استهدفوا في ضربات للطيران، أو الحوثي وضع بعضهم في مكان استهداف، لكن حصل بعد ذلك خرجت أخبار أنه تم التواصل بينه وبين أهله. عموما هذه انفراجة لا شك، أنه مجرد أن يلتقي الطرفان، أن يلتقي بعض المتحاورين من هذا الطرف أو ذاك في ملف إنساني، هذا شيء إيجابي، لكن يبدو أن هناك الكثير من العقبات المهمة جدا في هذا الصدد. مسألة مطار صنعاء مسألة جدا عويصة، مسألة نزع السلاح، مسألة الحديدة، المدينة المحايدة كما هو يطالب حتى اللحظة، الحوثيين، كل ما حدث سيتم حتى اللحظة انسحاب والحديث عن الجوانب الفلاحين الإنسانية، هل جميع لديك الأطراف. ربما تخوف من أنه إن وصل الوفدان إلى مرحلة التفاوض على الملفات العالقة الأخرى والحساسة فعليا، أن هناك حينها ربما قد تبدو الخلافات في التفاصيل كما قلت قبل قليل؟ بالضبط بالضبط، هنا نتحدث مثلا مطار صنعاء، الحوثي يصر على انه يجب ان يكون مطار دولي، وتنزل الطائرات اليه مباشره من دول المصدر بدون اي تفتيش ولا اي توقيف، بدعوى ان مطار عدن غير امن. الشرعيه ترد وتقول ايضا مطار صنعاء بايدي قوات او عصابات غير شرعيه، وبالتالي نحن لا نستطيع ان تاتي طائرات دولية إلى مطار صنعاء. هذا واحد. الأمر الثاني، الحوثي يطالب بأن يكون هناك أشراف المتحدة على الميناء وأن تكون المدينة محايدة. طيب، هل سينسحب الحوثي
قواتهم مدينة الحديدة، بالمقابل هل ستخلي الشرعية يدها تماما من أراضيها التي تعتقد الشرعية أنها أرض سيادية وأن حكومة تمثل الشعب، لكن هذه جماعة مناوئة جاءت لإسقاط الحكومة واستولت على المؤسسات، تجاوزنا هذا المنطق العصابة والدولة. لكن الإشكالية الكبرى أنا أعتقد في القرار الأممي 2016 الحوثي يصر على تجاوز النقاط الثلاث، المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن وأيضا المبادرة الخليجية ومخرجة الحوار الوطني، فيما الحكومة إذا قالت الحكومة نعم للحوثي معنى هذا أن الحكومة تسقط شرعيتها، وإذا قال الحوثي نعم للقرار معناته أنا جماعة متمردة. هناك الكثير من التفاصيل أنا أعتقد تحتاج إلى معجزة. الآن لنطلع على الموقف الأمريكي مما يحدث في السويد. مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قال إن الولايات المتحدة تريد الاستمرار في دعم التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، وأن واشنطن ستواصل المشاركة في جهود التصدي لما وصفه بالنفوذ الإيراني والتشدد الإسلامي هناك حسب وصفه. وتتعرض الإدارة الأمريكية لضغوط بشأن الصراع اليمني، وكان مجلس الشيوخ قد صوت الشهر الماضي على طرح مشروع قرار لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف السعودي الإماراتي. لنتابع. قدم في الحرب وقدم خارجها، إدارة ترامب مصرة على الاستمرار في حرب اليمن وفي دعمها للسعودية هناك رغم كل المآسي التي خلفتها، أما الكونغرس فيريد الانسحاب. تيموثي ليندركينغ مساعد وزير الخارجية الأمريكي يقول إن إيقاف المشاركة في الحرب يرسل رسائل خاطئة. قبل أسبوعين حاول رئيسه في العمل وزير الخارجية مايك بومبيو إقناع الكونغرس بالموقف ذاته، لكنه فشل. عندما يتعلق الأمر بأهم قرار لنا كمشرعين وهو وضع حياة جنودنا على المحك، فإن السلطة التنفيذية لا يمكن أن تتصرف بمفردها. هذه الحرب أخذنا إليها رئيس ديمقراطي وهي مستمرة الآن تحت حكم رئيس جمهوري. إنها حرب استمرت بغير مشاركة أو موافقة الكونغرس وبغير إعلان رسمي للحرب، وهذا أمر غير مقبول. It was started and it has continued. منذ أن تفجرت قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي حدث تغير كبير في موقف الكونغرس تجاه محاسبة الحكومة السعودية، وتزايد عدد الأصوات المطالبة بإيقاف الدعم الأمريكي لها في حرب اليمن. وبعد أن فشل مشروع قرار لإنهاء المشاركة الأمريكية في الحرب مطلع العام، مر القرار نفسه قبل أسبوعين بأغلبية كبيرة. بينما تدور محادثات السلام في السويد بين أطراف الحرب في اليمن، تدور النقاشات هنا في الكونغرس وتبدو متجهة نحو قرار الانسحاب منها. إذا تم ذلك فستجبر إدارة ترامب على التنفيذ مهما كان موقفها. رافد جبوري، التلفزيون العربي، واشنطن. عودة الآن إلى ضيوفنا. سيد أصيل، في أسبولا بالسويد، طبعا لا يخفى على أحد أن الوضع هش جدا في اليمن، سواء إنسانيا أو عسكريا أو سياسيا على كل الصعود. هل هناك من إشارات هناك في مقر الاجتماعات بأن الطرفين على دراية ووعي كامل بذلك، وأن إن حدث ووصل إلى مرحلة عرقلة المشاورات أو وصلوا إلى مشكلة معينة عرقلت هذه المشاورات، أن ذلك قد يؤثر مباشرة على الوضع الهش تماما في اليمن؟ من المعروف أن هذه المفاوضات جاءت نتيجة لتصاعد العمليات العسكرية في معظم المدن اليمنية في مقدمتها مدينة الحديدة، لكن جميع الأطراف التي التقينا بها هنا في مقر المفاوضات تتحدث مباشرة أنه لا تأثير لأي ملف على ملف آخر، أي أن إذا تعرق الملف مطار صنعاء لن يكون هناك أي تأثير على ملف الأسرى والمعتقلين. وفقا لتصريحات أحد أعضاء وفد الحكومة قال أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الاتفاق على أي تهدئة، أي أن التهدئة ستأتي فيما بعد، بينما يطرح الحوثيين أن هناك تصعيد عسكري من قبل الطرف الآخر وهناك غارات جوية مكثفة من قبل التحالف. بالتأكيد أن الجميع يعلم يعني أن أي عرقلة للمشاورات بشكل عام سيؤدي إلى تفجر الأوضاع في أغلب الجبهات، ربما وبالتأكيد مدينة الحديدة هي في مقدمة هذه الجبهات، ولكن
نسبة التفاؤل كبيرة، أي أنه إلى الآن قد يكون هناك تقدم خلال اليومين القادمين في العديد من الملفات، بالتأكيد في مقدمتها مطار صنعاء الذي هو الآن من أهم المشاورات. في إذا تم التقدم في هذا المجال سيكون هناك اجتماع للجنة التهدئة لتثبيت الوضع العسكري والميداني، أي أن التهدئة هي مرحلة لاحقة لمرحلة إجراءات بناء الثقة. طيب. في مقدمتها ملف الأسرى الذي تم الاتفاق عليه وسيتم تنفيذه قريبا. نعم سيد عباس، إذا سمحت لي أستاذ أصيل، سيد عباس استمعنا قبل قليل إلى التقرير واطلعنا على الموقف الأمريكي. مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية تقول بأن واشنطن تنوي الاستمرار في دعم التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن. هل مثل هذه التصريحات تساعد ما يحصل حاليا من مشاورات في السويد؟ بالتأكيد أنه تعطي كريدت للطرف الداعم على الأقل للتحالف في داخل اليمن أنه سنستمر في مساعدة أو في الدعم. لكن في الآن ذاته لا تنسى أن المجتمع الدولي الآن يقوم بحركة ضاغطة باتجاه السعودية وباتجاه أيضا الشرعية، أنه يجب أن تتوقف الحرب نظرا لتصاعد الكلفة الإنسانية، وبالتالي الطرف الآخر لا شك أنه يستفيد من هذا الضغط الدولي الاتجاه الضاغط باتجاه المملكة العربية السعودية باتجاه الحلفاء. ونحن نرى اليوم في الاجتماع كل السفراء المعتمدين لدى اليمن سواء العربية الفاعلة أو الدولية يضغطون على الشرعية بأن تقدم تنازلات. الحوثي لم يضغط عليه أحد، لأن الحوثي يعني لا دولة لا طرف مثلا سيادي لا يمكن الضغط عليه، وبالتالي الضغط على الحكومة هو أشد تأثيرا الآن. الملف الإنساني لا شك أنه مسألة الأسرة، مسألة ملف الأسرة بحث لفترة طويلة جدا، بالمناسبة ليست هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها الطرفان من أجل البحث في مسألة الأسرة أو الحديث عن مسألة الأسرة، قد أخذ مسارات طويلة جدا. يعني أنا أتذكر بعض مثلا المباحثات التي حصلت بالأساس استمرت سنين طويلة، وهذا الملف أيضا استمر سنين طويلة. لكن الإشكالية عندي هي في ماذا بعد، فإذا تم الاتفاق الآن على إطلاق الأسرى ماذا بعد الاتفاق على الأسرى؟ أين سيكون الحوثي وأين ستكون الشرعية؟ أين سيكون التحالف وأين ستكون إيران؟ هذه هي المعادلة. الآن الحرب الصفرية لا شك، الحروب الموجودة الداعمون للطرفين غير موجودين وغير ممثلين، بالرغم أنهم يعلنون أنهم يساعدون في هذه الحرب وأنهم يدعمون مختلف الأطراف، الطرف الإيراني وكذلك الطرف السعودي. أنا أتصور إذا لم يتم حلحلة الملف بين السعودية وإيران أولا، هذا سينعكس بالتأكيد على المتحاربين في الداخل، لأن المتحاربين في الداخل بالأساس الدافع لهم هو هاتان الدولتين. مفهوم. طيب سيد أصيل، سؤال أخير إذا سمحت لي. أحد المراقبين الذين تابعوا ما يحصل الآن في السويد يقول أن هذه المشاورات أو المفاوضات هي مشاورات الفرصة الأخيرة للتوصل إلى حل سياسي سلمي في اليمن. هل هذا الانطباع موجود في مقر المشاورات هناك، أنه نحن الآن فعليا أمام فرصة أخيرة لحل الأزمة اليمنية، وإلا فإن بعدها الحرب التي لا تنتهي أبدا؟ نعم، هذا هو الانطباع ليس لدى فقط المراقبين هناك أو من يتواجد هنا في السويد، هو انطباع حتى في الشارع اليمني أن هذه المشاورات هي مشاورات الأمل الأخير، إما السلام وإما الحرب. أي فشل في هذه المشاورات بالتأكيد سيؤدي إلى انفجار الوضع عسكريا في العديد من الجبهات وخصوصا المدن المأهولة بالسكان، لكن هناك تفاؤل إيجابي من جميع الأطراف. هذه المشاورات هي مشاورات تأسيسية للمفاوضات السلام القادمة التي ستكون وفقا لما أعلن عنه مصدر في مكتب الأمم المتحدة أن هذه المشاورات ستكون في منتصف يناير أو نهاية يناير. إذا نجحت هذه المشاورات في حلحلة الملفات التي وجدت من أجلها هذه المشاورات وهي إجراءات بناء ثقة، الكل يعلم أنه يجب عليه النجاح في هذه المفاوضات من الوفدين، من وفد الحكومة ومن وفد أنصار شكرا الله. جزيلا لك. نعم شكرا جزيلا لك أصيل سارية الصحفي في غرفة إخبار المحادثة اليمنية في أسبولا بالسويد، ومن واشنطن شكرا لسيد عباس المساوي الدبلوماسي اليمني السابق.
نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين سابقين أن الاتصالات الشخصية بين جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستمرة منذ أكثر من عامين. وأفاد تحقيق للصحيفة أن كوشنر ومحمد بن سلمان ظلا يتبادلان الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية بالأسماء الأولى، رغم أن كبير موظفي البيت الأبيض فرض إجراءات طويلة الأمد تحتم مشاركة أعضاء مجلس الأمن القومي في جميع الاتصالات مع القادة الأجانب. إذا كان الكونغرس والاستخبارات المركزية والإعلام والرأي العام في الولايات المتحدة ضده، فإن لولي العهد السعودي محمد بن سلمان حارسا يحميه في البيت الأبيض. جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره الذي نقل عن بن سلمان قوله قبل عام إنه يضعه في جيبه. في جديد العلاقة الفريدة بين الشابين، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الاتصالات الشخصية وغير الرسمية بينهما متواصلة منذ أكثر من عامين ومستمرة حتى بعد اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. محمد وجارد يتبادلان الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية بالأسماء الأولى، رغم أن كبير موظفي البيت الأبيض فرض إجراءات تحتم مشاركة أعضاء مجلس الأمن القومي في جميع الاتصالات مع القادة الأجانب. نيويورك تايمز نقلت عن مصادرها وهم ثلاثة مسؤولين سابقين في البيت الأبيض قلقهم من تعرض كوشنر للتلاعب من بن سلمان. أهو تلاعب بالفعل أم التقاء مصالح بين رجلين عهدا تسوية شؤونهما بالمال، المال السعودي الذي يغري الرئيس الأمريكي نفسه؟ شبهة لا تخطئها عيون 11 نائبا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ جددوا مطالبة ترامب ومؤسسته بالإفصاح عن العلاقة المالية مع الرياض، علاقة أثرها أخيرا تقرير صحيفة واشنطن بوست عن انفاق الحكومة السعودية مئات الآلاف من الدولارات لحجز 500 غرفة في فندق ترامب عن طريق مجموعات ضغط أمريكية تعمل لصالحها، وذلك بعد نحو شهر من فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية. علاقة كوشنر بن سلمان لا توازيها سوى تلك التي تربط كوشنر برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. بين الرجلين صداقة عائلية وتوافق عقائدي ووحدة موقف من بن سلمان، هو الزعيم العربي المنتظر الذي سيفك عن إسرائيل عزلتها وسيدفع بسخاء لحربها ضد إيران. الآن ينضم إلينا من عمان مفيد الديك الدبلوماسي الأمريكي السابق. مرحبا بك أستاذ مفيد. هل يعقل أن تتركز أو ربما تختصر العلاقة بين دولتين مهمتين مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية في علاقة بين شخصين مثل ولي العهد ومستشار الرئيس الأمريكي، اللذان كما ذكر التقرير في نيويورك تايمز أنهما تخصهما الكثير من الخبرة والحنكة السياسية؟ يعني في الواقع هذه علاقة غريبة، ليست علاقة بروتوكولية أو سياسية حتى معهودة في الطريقة التي تدير بها الولايات المتحدة عادة علاقاتها الخارجية. فهذا الرجل جاريد كوشنر يعني هو صهر الرئيس ترامب بالتأكيد، وهذا هو مؤهله الوحيد صراحة. هذا الرجل ليست لديه خبرة سياسية ولا خبرة في العمل بالحكومة الأمريكية، إنما علاقته مع ترامب هي التي أهلته لأن يصل إلى هذا الوضع النافذ داخل البيت الأبيض. هو تجاوز حتى وزير الخارجية ووزير الدفاع ومسؤول الأمن القومي في البيت الأبيض ليصبح هو الرجل الذي يتحكم في العلاقة الأمريكية مع السعودية ومع دول أخرى. إذن كما قلت هذه علاقة غريبة، ولننتبه كما جاء في تقريركم أن هذا الرجل لديه أجندة من بندين في تعامله مع السعودية. البند الأول هو البند المالي بالنسبة إليه شخصيا. هذا رجل يعمل في سوق العقارات وهو بالتأكيد يدرك مدى أهمية المستثمرين السعوديين وحتى الحكومة السعودية في استثمارات شركته في العقارات. الشق الآخر هو
صراحة هو أمن إسرائيل وبقاء إسرائيل وسيطرة إسرائيل على المنطقة. وهو أدرك سواء كان ذلك صحيحا أم لا أن محمد بن سلمان سيكون حليفه الأساسي في إدارة العلاقات الأمريكية، لا مع السعودية فقط بل حتى مع الإقليم بكامله. أعتقد أن هذا الرجل أو هذه العلاقة بين الرجلين أصبحت هي أساس العلاقة الأمريكية مع منطقة الشرق الأوسط بكاملها. ولذلك أسألك، ما هي خطورة أن يراهن محمد بن سلمان على شخص مثل هذا بخبراته التي تفضلت وذكرتها قبل قليل القليلة، وخطورة أن يرهن مصالح بلاده ودبلوماسية وعلاقات بلاده بهذا الشخص مع الولايات المتحدة؟ هذا كلام سليم، ولكن للأسف الشديد علاقات زعماء المنطقة بشكل عام تاريخيا مع الولايات المتحدة، يعني الحكام العرب يذهبون إلى واشنطن ويدقون أبوابها بحثا عن شيئين، إما المساعدة المالية أو البحث عن مشروعية سياسية، لأن هذه الدول إما تكون بحاجة إلى واشنطن لمساعدتها ماليا لوضعها الاقتصادي السيء، أو أنها بحاجة لواشنطن لكي تمنح هؤلاء الحكام المشروعية السياسية التي يفتقدونها في بلدانهم. وبالتالي ما زالت هذه العلاقة المختلة أصلا بين الولايات المتحدة والمنطقة العربية بهذا الشكل، إذن لا أرى صراحة أي مجال لتحسين هذه العلاقة وتحويلها من علاقة بهذا الشكل، علاقة واشنطن المانحة إما للمال أو للدعم السياسي للمشروعية السياسية للحاكم، إذا ظلت هذه العلاقة على هذا الشكل لا أعتقد أن هناك مجالا لتحسين هذه العلاقة ولتحويل أمريكا إلى يعني مساهم يعني معقول موضوع في أي عملية سلام بالشرق الأوسط أو بغيرها. طيب، إن سألتك عن رأيك الشخصي في مقاربة أو مقارنة بين حالتين، الحالة الحالية وعلاقة بن سلمان بجاريد كوشنر، وما كان سابقا يحدث في العلاقة الأمريكية السعودية حينما كان يعني صلة الوصل أو رجل الربط بين العاصمتين أو الدولتين هو بندر بن سلطان الذي كان سفيرا للسعودية في الولايات المتحدة وكانت لديه مفاتيح كل يعني مراكز القوة في الولايات المتحدة بما فيها الرؤساء مباشرة مثل بوش والأب والوالد، الأب والابن عفوا، يعني يعني المقاربة تقريبا في هناك وجه شبه بينهما، ولكن الفرق هو أن بندر بن سلطان كان سفيرا بالأساس للملك فهد في واشنطن، وهو أدار ملف العلاقات الأمريكية السعودية باقتدار كامل، ولكنه كان يعود إلى الملك فهد، كان يعود إلى وزير الخارجية الأمير سعود، كان يعود إلى يعني مجلس الأمن اللي نسميه في السعودية. لكن الآن العلاقة هي بين يعني قمة الهرم في المملكة العربية السعودية ولي العهد، وهو المفترض أن يكون رئيس الدولة لأن والده يمر بأزمة يعني مرضية والسن وإلى آخره. لكن العلاقة بين بندر بن سلطان مع الولايات المتحدة كانت علاقة مختلفة. بندر بن سلطان كان يدير العلاقة الأمريكية مع السعودية من منطلق العارف بالشأن الأمريكي، من منطلق الذي الرجل الذي كان يقيم علاقات خاصة جدا أحيانا مع مسؤولين أمريكيين كبار، ولكن همه الأساسي لم يكن هو أن يصل إلى العرش ولا أن يساعد نفسه في أن يصل إلى العرش، كان همه الأساسي هو أن يخدم مصالح بلاده الاستراتيجية والأمنية بالأساس، وهو نجح في ذلك. لكن الوضع الحالي بصراحة هو وضع مختلف تماما، وهو وضع يضع محمد بن سلمان في وضع صعب جدا جدا، لأن كوشنر كما قلت كوشنر لديه فقط هدفان، إما المال وإما أمن إسرائيل، وهو ما يحاول أن ينفذه. الرجل في واشنطن يحاول أن ينفذ أجندة خاصة به قبل بها ترامب، وأصبح هو الوسيط الوحيد بين الولايات المتحدة وبين السعودية بتجاوز كما قلت المؤسسات التقليدية الأمريكية من وزارة الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي بل حتى. وهذا يدفعني إلى التساؤل، إن كانت هذه العلاقة بين الرجلين هي محل رضا من قبل مراكز القوى في البلدين سواء في الرياض أو في واشنطن؟
على الأقل أستطيع أن أتحدث عن الوضع بالنسبة إلى هذا الوضع في واشنطن. أعتقد أن هناك عدم رضا كامل خصوصا في مجلس الشيوخ ومجلس النواب الكونغرس الأمريكي، هناك عدم رضا كامل في الإعلام الأمريكي، بل حتى لدى الرأي العام الأمريكي، النخبة السياسية والثقافية في الولايات المتحدة. والآن خصوصا بعد حالة أو ما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي، أعتقد أن السكاكين قد تنهالوا على جاريد كوشنر، لأنه أصبح هو المسؤول، هو وجه العلاقة الأمريكية السعودية التي أصبحت علاقة منبوذة في الولايات المتحدة بعد ما جرى خصوصا لخاشقجي، وبعد النتائج المدمرة والكارثية للحرب في اليمن أيضا أصبح هو المسؤول. وبالتالي كما نقول في واشنطن عادة، يمكن أن تفعل 100 شيء صح ولا أحد يصفق لك، ولكن اخطئ مرة واحدة وتنهال عليك السكاكين. هذا هو وضع كوشنر حاليا على ما أعتقد. شكرا جزيلا لك أستاذ مفيد الديك، الدبلوماسي الأمريكي السابق من عمان. دعا وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم التدخل في الشؤون السياسية الداخلية لفرنسا بعد تعليقاته الناقدة على تحرك السترات الصفراء. وكان ترامب قد هاجم اتفاق باريس حول المناخ، معتبرا أن تظاهرات السترات الصفراء في فرنسا تثبت فشل هذا الاتفاق، بينما يترقب الفرنسيون ما سيعلنه إيمانويل ماكرون في خطابه الذي يمكن أن يلقيه غدا الاثنين. أقول لدونالد ترامب، وماكرون قال له هذا أيضا، نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية الأمريكية، دعنا ندير أمور أمتنا بأنفسنا. علي سائق حافلة سياحية في العاصمة باريس. منذ انطلاق مظاهرات السترات الصفر والوضع الاقتصادي والسياحي برأيه ليس كما كان عليه من قبل. هم يسموهم الجيلي جون، يعني السترات الصفراء، ما يقارب شهر تقريبا، فهمت؟ أثرت بكثير. نحن السنة الماضية في نفس الوقت كما نقولوا نحن عملنا شوية شفر دفر، عملنا معنا حاسين أن الشفر دفر قاعد ينقص بالمقارنة السنة الماضية، قاعد ينقص بكثير. رغم انزعاج علي من تراجع العائد المادي، إلا أنه يرى أن حق التظاهر مشروع. شخصيا مثلا مشروع، لأن القدرة الشرائية انخفضت بكثير في باريس مدة سنتين من الانتخابات، من انتخابات ماكرون. السياسة معنا القدرة الشرائية المواطن، مش المواطن البسيط، حتى المواطن المتوسط. مخاوف سائق الحافلة السياحية هي نفس مخاوف عموم العاملين في القطاع الاقتصادي الفرنسي. فبحسب الأرقام الرسمية، حوالي 700 شركة تتجه نحو البطالة الجزئية، وخسائر مادية تصل بحسب رئيس أصحاب الشركات الكبرى إلى 10 مليارات يورو، وتراجع بنسبة 1.6% من النمو في البلاد، خاصة في قطاع المطاعم والفنادق، فضلا عن الضرر الذي لحق بصورة فرنسا بعيون المستثمرين الدوليين ومدى قدرة الحكومة على الإصلاح، أمر اعترف بخطورته وزير الاقتصاد الفرنسي. أثر المظاهرات على الاقتصاد الفرنسي خطير جدا، لا أستطيع تقييم ذلك حاليا، لكنني سأقدم شرحا في الأيام القادمة. ما أود قوله بأنه سيكون هناك بطء في الاقتصاد الفرنسي من هنا لنهاية العام. سكان المدينة بدورهم أسفوا لما آلت إليه الأمور في مدينتهم، وأبدوا انزعاجا من ضرب عصب اقتصاد البلاد. أتفهم غضب أصحاب السترات الصفراء، لكن هذا الغضب يضر للأسف بأصحاب المتاجر الصغيرة بشكل مباشر. باريس التي تعودت على استقبال ملايين السياح في فترة أعياد الميلاد ونهاية السنة، وبالتالي جني عشرات ملايين اليوروهات بفضل سياستها الاقتصادية الناجحة، تتجه على ما يبدو نحو وضع اقتصادي لم تشهده من قبل. هذا الباب الموصود خلفي بألواح خشبية يعود لمصرف فرنسي كبير، حاول المتظاهرون الدخول إليه دون جدوى. هم يعرفون أن لا مال هنا، لكن كسر هيبته برأيهم تعني كسر هيبة المستأثرين بأموال الفقراء. محمد حجي، تلفزيون العربي، باريس.
من باريس ينضم إلينا الآن حسين جيدل المحلل السياسي. مساء الخير أستاذ حسين. هل مرد كلام جاي بلادريون هو رفض التدخل الأمريكي أو تدخل ترامب في الشؤون السياسية الداخلية الفرنسية فعليا، أم أنه ربما إحراج مما قاله الرئيس الأمريكي الذي ربما أحرج الإدارة الفرنسية في طريقة تعاملها مع هذه المظاهرات؟ أظن أن القضية هي ثانية، أن الأمريكي الرئيس الأمريكي بتعليقه هذا أثبت بأن الحكومة الفرنسية فشلت في التعامل مع هذه الظاهرة، وأنها لا تستطيع احتواء هذه الظاهرة بما تقوم به من أعمال، وسواء عن طريق التواصل أو عن طريق العمليات التي تقوم بها، إذن تثبت فشلها، وهذا يضر كثيرا بموقف ماكرون الذي يوجد في وضع مزر كثيرا. فإذا انضافت إليه هذه الانتقادات الدولية فإن موقف الرئيس الفرنسي سيضعف، والحكومة تريد أن يستعيد الرئيس الفرنسي أنفاسه، لأن مستقبله السياسي ومستقبل الحكومة معلق بما سيقوله وبهذه الأنفاس التي يحاول استردادها. هو حينما يقول ترامب، أو ربما أكثر ما أزعج الإدارة الفرنسية في تغريدة ترامب، هو قوله أنه ربما حان الأوان لإعادة النظر في اتفاقية باريس التي خلفت مباشرة أو أدت مباشرة إلى ارتفاع الضرائب على المحروقات في فرنسا. هل هذا الكلام الذي طرحه ترامب يتم تداوله فعليا في الأوساط الفرنسية، أنه فعليا زيادة الضرائب على المحروقات هي مشكلة من المشاكل التي خلفت اتفاقية باريس؟ لا يوجد إطلاقا هذا الربط بين اتفاقية باريس وبين ارتفاع الضرائب على المحروقات. لا بد أيضا من تذكير بأن المشكلة في فرنسا هي مشكلة عميقة جدا، ليس لها علاقة بالضرائب، رفع الضرائب هي كانت القطرة التي أفاضت الكأس، ولكن ترامب يريد أن يستهزئ أو أن يعطي شرعية لما قام به من خروجه من اتفاقية باريس حول المناخ، وأن يثبت صحة نظريته بإثبات فشل الرئيس ماكرون. الأزمة في فرنسا أزمة عميقة جدا، أزمة تمثيل سياسي تتجاوز بكثير هذه المطالب إلى مطالب اجتماعية، ولكن إلى قلب الموازين. الناس يطالبون بإقالة الرئيس، بحل البرلمان، بحل مجلس الشيوخ، بإيجاد مجلس مواطنين يبث في قضاياهم، وعلى بعد ذلك يريدون حلولا عاجلة آنية عاجلة ليس لا مناقشة فيها في رفع القدرة الشرائية. إذن المشكلة في الديمقراطية الفرنسية في أزمة، حتى أن المسؤولين الفرنسيين وعلى رأسهم جون ييف لودريون غيرهم يقولون بأن الجمهورية في خطر، الجمهورية في خطر عندما ينادي هؤلاء بقلب كل الموازين ووضع مؤسسات الجمهورية الفرنسية جانبا وبناء مؤسسات جديدة. بالإضافة إلى هذه الأزمات التي ذكرتها، ديمقراطية واقتصادية واجتماعية وكل هذا، هل هناك أزمة كفاءة أو أزمة أداء من قبل الحكومة الفرنسية وطريقة تعاطيها مع هذه الأزمة؟ نعم، الرئيس الفرنسي أثبت مرة أخرى بأنه ليس رجل الوضعية. لماذا؟ لأنه ليس سياسيا، هذا رجل جاء من دهاليز البنوك، ولما لم يكن سياسيا لم يرى ما يحدث في الشارع ولم يسمع لما يحدث في الشارع، إضافة إلى أن من حوله من أعضاء الحكومة من أعضاء البرلمان هم جدد، والرئيس الفرنسي نفسه ليس له تغلغل في وسط المجتمع، ليس له لا حزب ولا جمعية وراءه ولا أي وسطاء بينه وبين الشعب الفرنسي. لذا رأينا هذه الحركة الاحتجاجية، الثورية الاحتجاجية، تنادي باقتلاع ماكرون، خلافا للاحتجاجات السابقة عندما كان الفرنسيون يحتجون يطالبون برأس رئيس الحكومة، ولم يحدث قط منذ 68 أن طولب برأس رئيس جمهورية. ولعل الصورة أو الفيديو الذي رأيتموه عندما
زار ماكرون منذ عدة أيام فقط الولاية التي احترقت، كيف عمل من طرف الشعب أو المحتجين الذين كانوا ينتظرونه، واضطر إلى غلق نوافذ السيارة والهروب بجلده لأنه كان هناك سب وشتم ومطالبة برحيله. إذن الرئيس الفرنسي ليست له الثقافة السياسية التي يمكن بها معالجة الوضع. كيف يفسر تحول الشعبية الكاسحة والعارمة التي حظي بها الرئيس الفرنسي حينما يعني حمل تقريبا على الأكتاف إلى قصر الإليزي إلى هذه المعارضة والبغض ربما من قبل بعض الأطراف الشعبية الفرنسية؟ أولا لابد من تذكير من شيئين، أن ماكرون عندما جاء كان اليمين واليسار في الحضيض، وهو جاء بوعود كبيرة ولما التف حولها فقط 20-18% من الفرنسيين. ماكرون انتخب في الدور الثاني بنسبة 24% فقط من المصوتين، وكانت 6% أوراق بيضاء، معنى ذلك أنه اختير بفقط من طرف 18% من الشعب الفرنسي. 82% قطع انتخابات ماكرون، ورغم ذلك ماكرون خدع هؤلاء ولم يفي بوعوده، بل جاء وكان رمزا لاجتثاث العقد الاجتماعي والضمانات الاجتماعية التي حصل عليها الفرنسيون منذ الحرب العالمية الثانية، والتي قررها المجلس الوطني للثورة أنذاك بقيادة الجنرال دوغول. فهو جاء ليجتث كل هذا، وقام في بداية انتخابه رئيسا للجمهورية قام رمزيا بإجراءات أغضبت الكثير من الفرنسيين، حين خفض من الإعانات وأعطى لأصحاب الثراء الفاحش حوالي 4.5 مليار أورو، بحيث رفع ضريبة على الثراء الفاحش، بينما طلب من أضعف الناس زاد في ضرائبهم وقلل من إعانتهم. ولذا وصل تدني القدرة الشرائية الفرنسيين إلى حوالي 500 أورو شهريا حسب ما جاء في المعهد الفرنسي لدراسة التحولات الاقتصادية. 500 أورو شهريا سيدي تعني تقريبا نصف الأجر القاعدي خسره الفرنسيون من جراء الإجراءات التي اتخذها ماكرون عندما انتخب رئيسا. إلى اليوم لم يحدث هذا لأي رئيس فرنسي أن طولب برأسه فقط بعد 18 شهرا من انتخابه. إذن الأزمة عميقة جدا، والمحتجون يرفضون الأحزاب، يرفضون النقابات، يرفضون البرلمان، يرفضون مجلس الشيوخ، وينادون بديمقراطية مباشرة يسمع فيها صوتهم، ولكن أيضا بإجراءات عاجلة تقوم بها من الحكومة عاجلا لتحسين وضعيتهم المعيشية. حسين جيدل المحلل السياسي من باريس، شكرا جزيلا لك. في آخر حلقات التغيرات التي يشهدها فريق عمل البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأمريكي أن جون كيلي كبير موظفي البيت الأبيض سيغادر منصبه نهاية العام الحالي. وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن ترامب يتشاور مع نيك آيرز مساعد مايك بنس نائب الرئيس ليحل محل كيلي. ولمنصب كبير موظفي البيت الأبيض أهمية كبرى بالنسبة للرئاسة، إذ يعتبر من يتولاه اليد اليمنى للرئيس ومنسق أعمال الإدارة الأمريكية. التزم الصمت طويلا وها هو يلتزمه مجددا. ساكن البيت الأبيض يتخلى عن كبير موظفيه جون كيلي كما فعل مع كثيرين من قبله. صدقت التكهنات وسيقدم جنرال مشاة البحرية المخضرم استقالته في غضون أيام. يهمس كثيرون بأنها إقالة أجبر عليها بعد أشهر طويلة من الفتور والخلافات المتراكمة مع ترامب. سيغادر جون كيلي في نهاية العام، وأنا أقدر خدمته كثيرا. صراعات وجدت طريقها إلى العلن بعد أن نسب كتاب الخوف إلى كيلي وصفه المتكرر للبيت الأبيض بمدينة مجنونة يديرها أحمق. الكتاب نسب أيضا إلى الرجل قوله أنه من غير المجدي محاولة إقناع ترامب بأي شيء، وأن منصبه في الإدارة الأمريكية ككبير الموظفين هو أسوأ وظيفة تولاها في حياته.
نفى كل هذه التصريحات الجدلية، ولكن التأزم في علاقته بالرئيس الأمريكي وصل حد القطيعة. كيف لا وهو الذي نأى بنفسه عن قرارات ترامب المتشددة بشأن حظر المسلمين من دخول الولايات المتحدة وقوانين الهجرة وحماية الحدود وبناء الجدار مع المكسيك. مواقف مكنت الرجل من إعادة بعض من الانضباط إلى المكتب البيضاوي الذي شهد طرد أو استقالة 28 موظفا بينهم 3 كبار موظفين و3 مستشارين للأمن القومي، كل ذلك في غضون عامين. من نيويورك ينضم إلينا الآن الدكتور نصير العمري، الكاتب والمحلل السياسي. مساء الخير دكتور نصير. آخر القافزين من سفينة ترامب هو جون كيلي كما استمعنا قبل قليل. لماذا أقدم على هذه الخطوة؟ ما الذي دفع إليها؟ ربما يكون قد دفع خارج البيت الأبيض لأن السيد ترامب يعني لديه خلافات مع كيلي كما كان لديه خلافات مع كل كبار المسؤولين. المشكلة من يتوظف في البيت الأبيض في إدارة السيد ترامب أنه يكون يعني يقع في ورطة، لأن هذا الرئيس غير تقليدي، غير تقليدي في سياساته، غير تقليدي في طريقة اتصاله، غير تقليدي في استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي. ففي الحقيقة يعني محاولات السيد ترامب إيجاد شخص ليترجم ما يفكر به للعالم فشلت لحد الآن. ففي الحقيقة أظن بأنه السيد كيلي كما نقل عنه أنه يعني كان ينتظر هذا اليوم، ومع ذلك أظن بأن ما يشاع يعني بأنه قد دفع دفعا خارج البيت الأبيض لأنه لم يكن حتى يتكلم مع السيد ترامب كما يقول الإعلام. ولكن عادة يعني أنت ترجح كونه أقيل أو دفع على الاستقالة، ولكن عادة حينما يطرد ترامب شخصا أو يدفعه نحو الاستقالة أو يقيله يكيل له الانتقادات بدون حسيب ولا رقيب، يعني لا يراعي شيئا في ذلك. في هذه الحالة لاحظنا أنه أثنى على أدائه. لا، هو حاليا يعني دائما هو يعني يقول أشياء إيجابية، ولكن انتظر قليلا، يعني انتظر حتى يصرح كيلي بشيء سلبي وسنرى يعني سترى ردة الفعل كما كانت ردة الفعل السيد ترامب على وزير الخارجية الأسبق، حيث أنه تقريبا يعني شتمه ووجه له انتقادات يعني في الحقيقة سيئة وغير دبلوماسية وغير مسبوقة. ف يعني ترامب أسلوبه في العمل هو يخرج الأشخاص من السلطة ثم ينتظر يعني كيف يتصرفون، وعندما يبدأون بانتقاده يوجه لهم يعني هو غير مستعد لانتقادهم بأبشع الألفاظ كما فعل مع الكثير. فأظن بأنه يجب أن ننتظر قليلا وسترى بأن ستخرج يعني كل المشاكل التي كان يخفيها ربما كيلي ستخرج الآن للإعلام. طيب، هل صحيح أو ما مدى صحة كون جون كيلي هو مصدر الكلمات التي نشرها بوب وودورد في كتابه بأنه هو من وصف ترامب بالأحمق والمتهور؟ يعني هذه الاتهامات ما زالت تتطاير، وفي الحقيقة لا يوجد تأكيد على أن كيلي هو كاتب هذه الرسالة. هناك يعني اتهامات تتطاير في كل اتجاه، ولكن إذا كانت فعلا نيته أن يضبط السيد ترامب فقد فشل فشلا ذريعا. في يعني بزمن السيد ترامب تم اتخاذ إجراءات ضد غير إنسانية ضد المهاجرين،
أمريكا خسرت تحالفاتها التقليدية بشكل كبير مع أوروبا، رأينا حتى رأينا يعني التستر على الجريمة في قضية الخاشقجي. ففي الحقيقة من ينظر إلى السيد كيلي يعني هو كان شريكا، وفي النظرة الأمريكية من يكون في البيت الأبيض هو شريك بكل ما فعله السيد ترامب، ولذلك لن يغفر له يعني التاريخ أنه كان موجودا في البيت الأبيض، وأظن بأنه سيدفع الثمن لأنه مسؤول عن الوضع الحالي المتردي في البيت الأبيض. طيب في عجالة، أثر هذه الاستقالات المتتالية والمتلاحقة على أداء الإدارة الأمريكية؟ يعني هو السيد ترامب الآن في وضع لا يحسد عليه، المجلس التشريعي مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين قادم الشهر القادم، وهذا سيبدأ يعني موجة من التحقيقات، والتحقيقات السيد ميولر الآن بدأت تصل إلى نهايتها. ففي الحقيقة يعني ربما يكون طرد كيلي بهذا التوقيت هو تشتيت الانتباه عن الوضع المتردي وعن تعرقل الأجندة كاملة في البيت الأبيض. كل الشكر لك دكتور نصير العماري، الكاتب والمحلل السياسي الذي كان معنا من نيويورك. أيضا كل الشكر لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة والإصغاء. ختام الساعة الأخيرة، السلام عليكم.